بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد مساء الخير. في هذه الحلقة يعني على غير العادة نريد أن ننطلق من محطة خارجية، مع أنه الداخل يمسك بنا تماما، ولكن دعونا نرفرف قليلا وليس بعيدا، خاصة أننا عندما نتحدث في هذه المحطة نتحدث عن دولة وقطر ليس بعيد في المسافة وليس بعيدا عن قلوب السودانيين. الأيام الفائتات امتلأت الأسافير والعواصم وتعليقات الصحف والقنوات بانتصار فريق قطر الوطني بكأس آسيا، واستطاعت قطر هذه الصغيرة الكبيرة أن تبعد عن الكأس فريق في قامة اليابان بكل ما يحمله الشعب الياباني من دربة وفنيات وعراقة في مجالات مختلفة. وهو فرح كبير جدا لكل العالم العربي. وفي التعريف الشرعي ما هي الحياة؟ لهو ولعب وتفاخر. في صحيح في ناس بيفتكروا إنه المسألة دي سالبة، لكن من أقوى الشروحات أنها أيضا تعريف بالدنيا، يعني وجه من وجوه الدنيا الرمادي هذا الفرح، يعني بالتفاخر وباللهو واللعب البريء. يعني إذا لم نحول كرة القدم إلى مناخ آخر فيه كثير من الغفلة والآثام، حقيقة فرح العالم العربي والإسلامي بذلك، لأنه لا بد من الاعتراف أن الأفراح في هذه الرقعة أصبحت ضئيلة جدا إن لم تكن معدومة. ولكننا أيضا نعترف بأن الفرح كان منقوصا، لأن كثير من العواصم، كثير من الاتجاهات، كثير من الأقلام، كثير من القنوات انحرفت بالمعنى البريء والعميق لهذا الانتصار وحولته إلى مأسدة السياسة بكل ما فيها من غبن وتقاطعات ومجموعة من اللؤم الحميدة والخبيث. والشعب السوداني فرح بذلك، لكن من تقص من فرحه، ودي لابد أن نعترف بها، إنه الشعب السوداني ده عنده حب عميق جدا للإخوة بالمملكة العربية السعودية لأسباب لا داعي لذكرها، فيها المرتبط بالدين والعقيدة والتراث والتاريخ والوشائج في قيام الدولة المعاصرة. كثير من السعوديين أساتذتنا، وكثير من السعوديين نحن أساتذتهم، وكثير من العلماء متقاطعين للتداخل العميق ما بيننا وبينهم، وفي هذا حديث يطول. هنالك علائق مشتركة، سياسة مشتركة، عقائد مشتركة، آمال مشتركة، آلام مشتركة، دم مشترك. وبذات القدر يمكن أن نتحدث بصلات وافرة العمق، وافرة الصدقية والعمق والفخر بها وعليها مع الإخوة في دولة الإمارات العربية.
وكذلك مع دولة قطر. نحن متقسمي الأفئدة والعقول ما بين هذه العواصم، الرياض وأبو ظبي والدوحة. ولذلك شهادتنا في كل عاصمة من هذه العواصم غير مجروحة، ودرج الناس أن يقولون أنها جريحة ولكنها غير مجروحة. الحقيقة التي يعني يجب أن تقال بأننا أردنا بهذا الانتصار برمزيته وعمقه أن يكون يعني مدخل لتصفية هذه الخلافات السياسية، لأنني كلما رأيت الأزمنة تتطاول أرى أن الضغينة والبغضاء تتطاول، وأن أهل المكر وأهل الخبث وأهل التدبير الذي هم أعداء للسعودية والأخريات وقطر يجدون كل ما يريدونه عبر هذا الجو الفاسد الملغوم. ولذلك لو أراد حكام قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ومصر وبقية الدول، دولة الأمارات العربية، لو أرادوا حقيقة يتنزلون فيها لله وللشعب خليهم يعملوا استفتاء مشهود من طنجة إلى جاكرتا كل العالم الإسلامي. أنا متأكد إنه 99% من هذه الرقعة المباركة سوف تدين هذه المقاطعة التي تدار الآن لا بأيدينا، بأيدي أعدائنا بين المملكة العربية السعودية الشقيق الأكبر لكل دول المنطقة والدوحة. وأنا داير أقول ده ولا كلام للاستهلاك ولا للاستقطاب ولا هو محاولة للتحيز، الكلام ده إذا كان معه هو مع الدوحة وهو مع الرياض، وإذا بقى ضد هو ضد الدوحة وضد الرياض. نشهد الله سبحانه وتعالى وهذه الشعوب الطيبة أننا بريئين كإعلاميين شرفاء لو صحت التسمية ولو صدقت النوايا، نحن بريئين هنا ويوم الموقف العظيم من هذه القطيعة الشيطانية الصهيونية الصليبية التي قطعت وشائج هذه الرقعة الطيبة في الخليج العربي، شهادة لوجه الله نرجو بها وجهه. ونحن دايرين نقول للحكام، قام جيل في السودان علاقته بالمملكة العربية السعودية وعلاقته بالدوحة وعلاقته بدولة الأمارات هي علاقة حرة ونزيهة ولا ماديات فيها. نحن جيل جديد ما بعد استقلال السودان، أصل ما طمعنا لا في غربة ولا في تمويل لا في صيت من المملكة العربية السعودية ولا من دولة الأمارات ولا من قطر. ولذلك ونحن من جيل علمنا مجموعة من الأساتذة الوحدويين بيقولوا لنا لو نزلتم في عاصمة عربية وأحسستم بوحشة الهوية والكارنيه والبطاقة والجنسية، لو لم تحس وأنت تتجول في الرياض بأنها عاصمتك وفي الدوحة بأنها عاصمتك وبأبو ظبي وهي عاصمتك وبكراتشي وهي عاصمتك،
فأنت خائن. إذا حسست بهذه الوحشة فأنت خائن. أنا أمشي القاهرة بحس أنني أكثر أمانا من الخرطوم، وأمشي الكويت بحس أنه أكثر أمانا من الخرطوم، كما يحس الإخوة الصادقون من أبناء هذه الدول وهم يتجولون في الخرطوم. وأنا أفتكر أنه إن طال هذا الزمن أو قصر، هذا الجيل الوحدوي المبدئي الذي يتأمل الآن في الاتحاد الأوروبي وهو يناقش قضايا الوحدة والتكوين الواحد والهم الواحد، ونحن أمة التوحيد والوحدة مختلفين، أنا أفتكر أنه يعني هذه أنظمة ملعونة وهذه قيادات خارجة عن الصف. نفتكر هذه البلاء يعني هذه البلايين من المسلمين براء من ذلك، والذي ينفق الآن في الحروبات وفي الضغائن وفي الحملات المعادية وفي التسليح وكله في سبيل الشيطان، ليس ضد أعدائنا ولا ضد إسرائيل ولا القدس ما دا ضد أنفسنا. هذه الأموال لو استعمل كسر منها عشري لحلت ضائقة المسلمين في كل أفريقيا، وحولت الكثير من العواصم الإسلامية إلى جنان مزدانة بالكفاية والعدل. خلونا المسلمين لو استخدمت في سبيل الإنسانية، الإنسانية التي كرمها الله سبحانه وتعالى لقضت على الجهل والفقر في العالم مش في الرقعة العربية. ولذلك يجب أن يكون هنالك تيار ثالث يقرع أبواب الإخوة في المملكة العربية السعودية، ويقرع أبواب الإخوة في قطر الحبيبة وبقية الدول العربية ومصر الشقيقة. إن هذا الذي يدور لا خير فيه ولا أمن فيه ولا أمان فيه. وأؤكد من جديد إنه أي استفتاء حقيقي سيؤكد أن هذه الأمة في 99% منها تعارض هذا الذي يحدث. وبعدين حتى الخلاف تسفل، يعني لما انتصرت قطر على اليابان، والله أنا فتحت القنوات العربية المختلفة، السباب والدموع والسفالة، وحدين مسلمين يقولون إلا قطر يا أخي. في مذيع عربي قال ده الذي يمثل أمة العروبة والإسلام اليابان وليست قطر الشقيقة. يعني مش الخلاف ترفع، تسفل. ولذلك أي إعلامي ولا كاتب نظيف هو بريء من الذي يحدث الآن. ودي أشكال الصراع الموجودة في السودان والموجودة في اليمن والموجودة في ليبيا والموجودة في سوريا والموجودة في العراق. تسفلت القضايا وأصبحت مكارم القضايا وأشرافها ناصط. أسألك الله لو نركت الشارع ده اتكلمت عن القيم والوحدة واشتراكية المؤمنين والأمة الواحدة والقضية المركزية للمسلمين وإعانة المسلمين في أفريقيا وإعانة المناطق إعانة جنوب الحزام الجنوبي ده للأمة العربية، حس السودان ده، السودان ده ما واحد من مش نحن صحيح دي مآسين الشخصية لكن مآسي الأمة العربية. ملايين الهكتارات، ملايين الهكتارات المنبسطة التي تصلح لكل أنواع الإنتاج، يدوك مجموعة من الدراهم والريالات تكفي لك أن تبقيك ما بين الموت والحياة، وكان في مقدرتهم تمويليا وتشريعيا وإدارة واستثمارا وتسويقا نغنى ويغنوا بينا.
لكن تصير للأسف كثير من العواصم الثرية أن تستورد الموز من جمهوريات الموز، وتصر أن تحيل أفضل أهل الأرض الذين كانوا يقيلون قبل عشرات السنوات عسرة الحجيج بمحمل علي دينار، يحيلونهم الآن لمجموعة سائلين وشحادين للسخرية ولؤم الكتابات والصحف العميلة والقنوات. ما هو ده الحاصل؟ مش في السودان، المسلمين في النيجر يأكلون حبوب الذرة من بيوت النمل. هذا 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 تسفل في القضايا. لكن اللي بيقولوا عامة الناس للذين يتنكرون لآمال هذه الشعوب وقضاياها الحقيقة بيقولوها عامة الناس، الله فيه والمقابر على مد الأبصار، وهنالك يوم الموقف العظيم حيث لا تنفع صولجانات ولا تنفع كراسي ولا تنفع أموال، والناس يوم القيامة من الذين يمسكون بالقرارات الخطيرة والسيادة لا يسألون عن صلاتهم وصيامهم وحجهم فقط، يسألون عن أحوال المسلمين سياسة واقتصادا وأمنا وطمأنينة وانتصارات وفكرا وفقها. الأمثلة التي بين أيدينا في أمة الإسلام تغري الذين يحلمون به أن يهربون منه، وتغري الذين يتمسكون به إذا فكروا بأعينهم أن يهربوا منه. ولذلك الآن حول العاصمة، حول العواصم الإسلامية، انتظر أبناءنا للأمثلة الحقيقية والقوة الراشدة والقدوة الراشدة. بدأت دعاوى الإلحاد تنتشر على كل المواقع، يعني زلزلوا إيمان الجيل القادم حتى عن عقيدته، وبدأ الناس يفكرون بأعينهم فقط. وأول الذين يفكرون بأعينهم الحكام أنفسهم، تركوا العقل وتركوا الرشد وتركوا الكتاب المنير وأصبحوا يفكرون بأعينهم فقط. وقد صدق القائل إذا أنت أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أدعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. هم يفكرون بأعينهم، ولذلك لهم قادرين ولا صابرين، العياذ بالله. أنا الحقيقة انتصار قطر أداني معنى يمكن الحديث عنه. حاجات مدهشة جدا في قطر دي، إن استقلت عام 71 قريب ده يعني، لكن بلغت الآن، أنا ما أقدر أتكلم عن المسألة الاقتصادية مع أهميتها، وده عندها ناس كتار مصاريف وبنوك ومفكرينها وقنوات ممكن يتكلموا عن البترول والغاز وهلوم مجرة. لكن كان محيرني جدا، كان محيرني تماما، إنه معليش أنا بحب الكركديه يعني، الجماعة دي اللي دخلوني يعني قبل ما أكمل هذا قطر عفوا، قطر دي استقلت عام 71. صحيح ممكن الناس يستغرقوا في الحديث عن أموالها وثرواتها في النفط وفي الغاز، ودي مسائل مهمة جدا،
لكن أنا اللي استوقفني جدا واللي هو عمل هذه السمعة وهذا الصيت وهذا التأثير لقطر، الذي استوقفني من هو ذلك الرجل ومن هي تلك المجموعات التي وضعت خريطة الطريق الفكرية والثقافية لقطر. دولة استقلت سنة 71، يعني يقول لحد ما رتبت أموره وكده دخلت في منتصف السبعينات. منو العمل هذه الخطة لهذه الدولة الصغيرة الثرية؟ أي زول عنده قطر بهذا الحجم وبهذا السراء وبهذه القلة من السكان لو كان بيفكر بالطريقة العادية بتاعت الأثرياء من الملوك والأمراء والحكام كان قفل عليه الباب وزي ما يقولوا طل المياه بالألوان، ولا استطاع أن يتفاخر بالبنيان وبسفه الحياة وبترفها. لكن أنا دائما أتوقف من هذه المجموعة، من هي هذه المجموعة، من هو هذا الرجل، من هو هذا المفكر الذي وضع الخريطة الفكرية والثقافية والإعلامية لهذه الدولة التي ولدت قبل سنوات قلائل واستطاعت عبر هذا المشروع أن تصبح من الدول المعدودة من ناحية التأثير في العالم. وأنا بقول القصة دي برضو يعني حقيقة تانية، إنه أنا مستغرب من الذي أغرى الإخوة في الدوحة أن يستفيدوا من الكفاءات السودانية، ومن هو الذي أغراهم بأن يلتقطوا المثقفين السودانيين والشعراء والإعلاميين والصحفيين والأطباء بهذه الجرأة وبهذا الاختيار النبيل والعجيب والذكي. يعني العرب لما نجوا يشتموا لهم صاحب ثروة مطلقة أو حاكم ثري أو دولة ذات سيادة في المال، العرب كانوا يقولون كان فلانا ثريا ولكنه كان خامل الذكر. كثير من حكامنا في بعضهم أثرياء ولكنهم مشعي الذكر، تتداوله يعني الأكف أنامل الأكف العشر زي ما بقولوا. الدوي هذا الذي تحدثه صفقة الأصابع العشر في اليدين بيكون بهذه السطوة والشهرة بالمال، لكن تتلاصق معه تماما مفردة الاستبداد والتسلط، ولا شورى ولا حريات ولا ديمقراطية ولا التفكير في المستقبل ولا اقتسام المسألة مع الرعية، لا، الإحساس الفرعوني بالتمكن. أنا كنت مستغرب جدا من الذي وضع هذا التخطيط لقطر. ونحن عندما بدأنا في الثانويات ننتبه لقطر أطلت مجلة الدوحة، هذه المجلة التي كانت النسخة الثانية الأحدث والأجمل والأبدع والأكثر أصالة ومعاصرة من الرسالة للزيات، وكانت تطبع مئات الآلاف من النسخ وتباع بدراهم معدودات في المكتبات السودانية والعربية وفي كل أنحاء العالم. يعني كنا طلاب، أول حاجة بنعملها في كل شهر إننا نحجز مجلة الدوحة، وفي كل شهر نحجز مجلة الأمة وكتاب الأمة. وعرفنا
الفقه المتجدد وتأصيل الفقه وتطويره والكتابات الجديدة والمعاصرة والانفتاح على الأفكار العالمية بالاجتهاد الجديد، الدكتور الترابي والقرضاوي ومحمد مورو، مجموعة من الكتاب الغنوشي، كتاب المصريين المغاربة الجزائريين، كتابات في غاية الجرأة والحداثة والتجديد. كتاب الأمة ده كان الناس يطبع بالملايين ويعزم بمئات الآلاف من النسخ ويوزع في العالم العربي بدراهم معدودات، أقرب بأن يكون بلاش. من الذي كان يقف وراء ذلك؟ من الذي كان يقف وراء كل تلك المؤتمرات ومشاريع التفكير والاستنارة في قطر، هذه الدولة الصغيرة التي ظلت تبني هذا المجد الفكري وتنفتح على كل التيارات، القوميين واليساريين والإسلاميين، برشد ما كان يشبه تلك المرحلة. وكنت مستغرب جدا عن انتباههم للمواهب السودانية. يعني في بداية تكوين الدولة، يمكن في العشرية الأولى لها، تم استدعاء الطيب صالح ليصبح واحد، يعني يمكن يكون نمرة اثنين وثلاثة في التخطيط الثقافي والإعلامي في الدوحة، وقضى سنوات. انتبهوا لدكتور محمد إبراهيم الشوش رئيسا لتحرير الدوحة، بعد واحد من المفكرين المصريين، افتكر أحمد زكي ولا، وبعد ذاك بدأت الأقلام السودانية تنطلق من هناك، والنور عثمان البكر عليه الرحمة أستاذنا للغة الإنجليزية بأم درمان الأهلية، كثير من الكتاب. يعني الدوحة كانت انتبهت لشاعرية السودانيين، محمد المكي إبراهيم، محمد عثمان كجراي، سعد الدين إبراهيم. اليوم جاني مرة جاني فرحان قال لي الدوحة نشرت لي قصة قصيرة قرأها العالم العربي كله وراسلني اسمها باب الصنط. من الذي أغرى أهل الدوحة بالسودانيين والصفوة من السودانيين وأهل الثقافة والشعر والإضافة والفتوى من كل التيارات الإسلامية والعروبية والقومية وحتى الأفريقانية؟ يعني من الذي أغراهم بذلك؟ وبعدين انتباه مش رائعي، ما براغماتي، يعني انتباهها فيها تقدير وفيها لطف. يعني صلاح أحمد إبراهيم عليه الرحمة قال لي أنا لما قدمت استقالتي في عهد الميري تمردا على سياساته الخارجية والداخلية، قال لي أنا ركلت الوظيفة وكنت سفيرا للسودان بالجزائر، شلت شنطتي وقفلت السفارة وسافرت باريس. بيحكي لي يعني وعيونه. وبعدين صلاح غير شاعريته وميراثه السياسي القوي قريب الدمعة يعني، فقام قال لي تعرف يا حسين أنا لما نزلت باريس بديت أسأل عن الأصدقاء وكذا، ما كان عندي أي حاجة، لا أملك من هذه الدنيا زي ما بقولوا في العربية شروى نقير، كنت ساكن لي في سطوح. فإذا بي أفاجأ في واحد من الصباحات وأنا والله قال لي لا أملك ثمن فنجان القهوة ولا الخبز الحافي، فقام قال لي إذا بي واحد من موظفي السفارة القطرية في باريس يجيني هاش باش، ولما نعرف انه انا صلاح احمد ابراهيم
وساقني في عربيته عشان أقابل السفير القطري بباريس. قال لي يعني استقبلني ببشاشة وحب وأجلسني بجانبه وقرأ أشعار من غابة الأبنوس وغضبة الهبباي وكثير من المقالات بشوق ومعرفة. أحسب نفسي قال لي لو قريت أنا لن أقرأها بذلك الحب وهذه العاطفة. من اليوم ذاك طوالي قبل أنا ما أطلع أصبحت موظفا ومستشارا في السفارة القطرية بباريس. فقال لي قطر دون أن يدري أحد يعني غطتني غطتني بثيابها ودثارها وأطعمتني من خبزها ورعتني بصدرها الحنون، وهذه شهادة أنا لا أنساها إلى أن أدخل القبر. وقد دخل القبر صلاح أحمد إبراهيم وهو يلهج بالشكر كله لهذه العاصمة النبيلة التي أيضا تحتضن الآن عشرات الآلاف من السودانيين. بقول ليون المسألة بتاعت البعد الثقافي هو الذي نهض بقطر مش المال، لأن الناس متوترين من نظرية المعرفة القطرية وليس من أموالها، متوترين من إذاعاتها، من قنواتها، من كتاباتها، من مؤتمراتها، من تحريضها. العاقل والمنفعل والمتفاعل والانفعالي في العالم العربي والإسلامي. أنا أفتكر يعني نحن مهما كان رأي الناس في القصة بتاعت الحراك العربي والربيع العربي، نحن كنا محتاجين لهذه الزلزلة. هذا السكون المميت استمر طويلا جدا لكن لم يعد علينا بمشروع اقتصادي ناجح، لم يعد علينا بمشروع وحدوي ناجح، لم يعد علينا بتقنية ناجحة، لم يضف من هذه الأمة الشاهدة أي إضافة لصالح الإنسانية. دارين بون شنو؟ إذا سكتنا عليهم هذا يعني مزيد من الاستبداد، مزيد من الصوت الواحد، مزيد من السياسات المكرورة التي لا تقدم هذه الأمة الصابرة الصامدة من طنجة إلى جاكرتا، من البحر إلى النهر، ما بتقدم خطوة إلى الأمام. ولذلك أنا بفتكر إنه صحيح إذا عدد المعددون ونظر المنظرون هنالك كثير من السلبيات الذي حدث، ولكن الحراك الذي حدث ما فيه من خير واجتهاد وتطلع، والذي جعل كثير من المستبدين يعني جعلهم يرتجفون آنيا ومستقبلا بأنه لا سبيل للاستقرار لهذه الأنظمة إلا إذا جعلت العدل والشعب جزء من تفكيرها الدائم والمتطلع صوب المستقبل وأشرافه. أنا بفتكر إنه النظرية المعرفة التي تدير بها قطر قضيتها هي التي تغضب عليها الناس، وهي أيضا التي تثبت أركانها إلى الآن. طبعا أنا ما داير أقول إنه قطر هي مبرأة من كل ذنب وعيب، ولكن كونها تكون هي قضية للنقاش في أزمنة شطب فيها النقاش من كل المعابر العربية وكل المناضض العربية وكل المؤتمرات العربية، هذا شرف لهذه العاصمة الصغيرة الكبيرة. ولذلك أنا بغض النظر عن الكلام عن العالم العربي والإسلامي وهو الكلام يفيد ويستفيض، ولكن أرجو أن ينتبه أهل السودان بأن قطر في عهد الأب الجد
خليفة والأب حمد والأمير تميم قدموا للسودانيين مجموعة من الأفكار لو طبقت على الحد الأدنى ستجعل هذه الأرض واحدة من جنان الأرض من جنان الله سبحانه وتعالى على أرضه العريضة. يعني الناس اليومين دول بيتكلموا عن شاب أسمر الجبهة كالخمرة في النور المزابي، شاب كده اسمه المعز، هو الذي صنع الانتصارات وفاز بمجموعة من الجوائز، هو سوداني عرقا ودما لكن الذي قدمته قطر إنه يا جماعة كان في على مستوى الاقتصاد والرياضة والفنون علوقة شدة ما بينفع، وأي عمل بدون برنامج وخطة وأفكار وخبرات ما بينجح. قطر بدأت بمشروعها الثقافي، جريدة ومجلة وكتاب ومؤتمرات، وأصبحت الآن هي المفتاح الأساسي لكل الإعلام العالمي أو أغلبه. يعني ما بتفتح لك الآن أي معبر إعلامي أمريكي روسي عربي قادحا أو مادحا إلا كانت قطر وقنواتها وأفكارها وكتبها ومؤتمراتها صداقاتها وعداواتها إلا كان مفتاحا لتلك القنوات والمعابر الإعلامية ولكل المؤتمرات ولكل المناقشات الداخلية والخارجية في العالم العربي والإسلامي والعالمي. بدأت بخطوة واحدة، هذه الخطوة التي بدأت بكتاب وأصبحت كل هذا الزخم الإعلامي الذي ترون. في الرياضة نحن كل مرة دفعنا والله دفعنا في السودان ده من أجل الرياضة ما أقل من الدفعته قطر، لأنه قطر بتدفع من 70 نحن بندفع من 50، ونحن بدينا قبلها ونحن 40 مليون، لكن لأنه نحن عندنا نؤمن بنظرية علوق الشدة، نفتكر الحاجات ممكن بس نلمها كده في يوم ونحقق بها انتصارات. ما بتنفع النظرية دي. المعيز ده بدو بيه طفل تم المران العضلي والفكري والنفسي وكده لحد ما بقى أسطورة تدمي لها أكف العالم العربي العالمي، لكن بدا طفل. نحن أي حاجة دايرين نبدأ بالشيوخ، الاقتصاد بالشيوخ، الكورة بالشيوخ، السياسة بالشيوخ، الاقتصاد أي حاجة بالشيوخ، والشيوخ ده ما خزلوا النبي، ما بيخزلوا الشعوب. النبي ده نصروه الشباب باعتراف من الرسول صلى الله عليه وسلم، بدوا مشاريعهم طفلة وأصبحت الآن قطر الفتاة، عشان كده انتصرت، حير الكبار والقدر. والقصة كلها لا فيها هتافية ولا فيها ادعاء، حسي تسمع لشباب وديل بيتكلم، والله بيتكلم فيني أخ صحفي قال لي مشينا الشباب اللي لاقونا ورتبوا معانا المؤتمر وناقشونا، يعني حاجة تسر القلب. يعني هذه ليست ثمرات لصالح قطر بل لصالح العالم العربي والإسلامي. فأنا دار أقول يا جماعة إننا نحن أولى الناس، يعني نحن قطر قدمنا لها الكثير، لكن قدمنا لها خامات وخرط طريق، وأسهرت هذه الخطى بالكثير من الأزاهير والثمرات والمياه والوجوه الحسنة والحسنات من أجل العالم العربي بل الحضارة العالمية. الآن قطر دائرة تعمل كأس العالم، الأوروبيين دي كلهم المهووسين بكرة القدم والرياضة دائرين يجوا في هذه الدولة الصغيرة سبارتا الجديدة عشان يقولوا إنه العقل العربي والإدارة العربية الراشدة والعالم والمال العربي الذي يستثمر في المستقبل وفي صالح السيط
دارين نقوله ورفعنا لك ذكرك عبر هذه المواجهات الكثيرة يعني، ومنها الرياضة. أنا أفتكر أنه الصيت اللي حتلقاه قطر من ذلك صيت كبير جدا، لكن أرجو ألا تتوقف قطر في هذه الشكليات. رغم كل هذه الانتصارات أنا أفتكر أنه قطر يجب أن تتواضع وتحسب بأنها كبيرة بعالمها العربي والإسلامي، ودارين نقول لها إنه إنفاق للمساعدات للعالم العربي والإسلامي يجب أن لا تكون هذه الهبات، يجب أن تكون مشروعات، لا لصالح الأنظمة ولا الحكام، لصالح الجماهير. ولذلك أنا في مؤتمر في الكويت قلت لهم يا جماعة ما تدون شوية دولارات، تعالوا أعملوا الكويت في السودان، تعالوا أعملوا الكويت في السودان. حتى نحن نقول للأمير تميم يعني ما دعوة لإشادة قرية ولا مساعدة ولا مليار ولا شوية، لا، أنت ربنا أداك هذه النواة من التأثير والمال، تعال أعمل قطر في السودان. إحنا السودان ده شنو، ما مأزق العرب، ما تمينا المشروع كامل، ما الإنجليز قطعوا، عملوا قالون المناطق المكفولة، ما خلونا نمشي لغاية الجنوبين عشان نتآنس بهم ويتآنسوا بنا ويتزوجوا منا ونتزوج منه. الإنجليز اللي قعدوا في الجنوب ده 50 سنة ما تزوجوا لهم جنوبية، 50 سنة قفلوا الشمال، قفلوا الشمال من الجنوب، وظلت العرقية، حتى العرقية الدينية استمرت، منعوا، عرفوا إنه هذا الشعب أصلا تمازج بين العرب والأفارقة، نتزوج منهم ويتزوجوا منا، قفلوها. بدل يصنعوا الوشايك صنعوا الكراهية. أول ما دق جرس الاستغلال دورت الحرف في الجنوب، وكان هذا ما فيه يأملون. نحن دارين عشان نكمل نحارب الحرب ونحارب الجهل والفقر، ما عايزين إهانات، دايرين مشروعات مشتركة، مشروعات في السودان ستجعل قطر أكثر تأثيرا مليون مرة مما هي عليه الآن، وأسرى مليون مرة مما هي، وهل تجعل السودان منصة متقدمة صوب أفريقيا، أفريقيا التي دخل يعني دخل 30 قطر على يد الإسلام على يد يوسف بن تاشفين، 30 قطر كل غرب أفريقيا دخلت على يد رجل واحد، أمير واحد شجاع ومجاهد قعد مع الناس في الوطن وبلغ هذا كل التأثير. أنا أفتكر أنه الدور المدخر لقطر أكبر من ذا، دور حضاري. إذا فكرت بالطريقة بتاعت الدولة الوطنية القطرية الصغيرة ماذا ستصنع يعني؟ ماذا ستصنع؟ مهما كان تأثير الذي تحدث عنه، ماذا ستفعل الكويت؟ ماذا ستفعل البحرين؟ تأثيرهم المعنوي قوي جدا والمالي، لكن لا قيمة لها إلا في إطار دولة واحدة. ولذلك الشعارات دي رغم موت الزعماء لم تموت. لحس إن إحنا لما رغم الخلافات، حس دي لما نسمع أنت يا ناصر مبدأ أنت فكرة، والتقت وحدتنا بالعربي يوم صافحنا جمال العربي، أنت يا ناصر في أرضي هنا لست بالضيف ولا المغترب. الدنيا لحس دي إحنا مشاعرنا، نحن أطفال الوقت ذاك، مشاعرنا تتوهج، مش عشان عبد الناصر، عشان الوحدة. أصلا الشعارات دي ما ماتت، وانتوا فاكرين داعش دي حركت الناس صحيح ببعض القيم الدينية حتى الطائشة منها، لكن الشباب الزكي الجرفي العواصم الأوروبية دي ما كان يحلم بالخلافة الإسلامية. منو قال الخلافة الإسلامية كعبة؟ الخلافة الإسلامية سلطان عبد الحميد قال تبتر يده إن باع لليهود القدس الشريف، وبالأموال التي كانت تدفع في سبيل ديون تركيا هزمت الخلافة الإسلامية وعادت أغاني العرس رجع نواحي.
فأنا داير أقول إنه أصوى القيم دي ما بتموت، ولذلك دا إحساسي. صحيح أنا بقول لهم حتى المظاهرات اللي تمت في السودان دي، الهتافات اللي عملت دي هتافات على صدقها خفيفة جدا، هذا الشباب لم يخرج عشان يسقط لحاكم ولا حكومة، لا، هو يريد أن يرتفع بنفسه وبأمته إلى معارج ومراقي التقدم الذي يشاهده الآن، يشاهده في الـ في الـ في الـ في الـ الأجهزة الذكية دي، تحول إلى مجموعة من الشباب التجريدي الذي ينام على صدره وقلبه الحار متمزقا، لأنه بيشوف المجد في التجريدي ده في الـ في الـ في الـ في في الموبايلات بتاعته، يعني يحلم لما يقوش عينه يقوم الصباح بعد هذا السهر الطويل في تأمل الحياة التي يشاهدها في عواصم الآخرين والأحلام، يخرج يلقى الكهرباء قاطعة، يلقى الموية قاطعة، يلقى الشغل ما في، ضربته العنوسة نساء ورجالا، الهجرة ده كله هنا، ده كله مغلق، وده ما بنقدر نعمله فرادة. نحن أمة واحدة، نحن أمة واحدة، إذا اشتكى منها عضو واحد تداعى، شوف بالله المعنى الجميل ده، ضفرك ده لو وجعك مش صغير ما بتنوم للصباح، أي هزة في قطر نحن ما بننوم للصباح، أي تفجير في الرياض نحن ما بننوم للصباح، أي مقتل في كاودة ما بننوم للصباح، أي ضربة في الانقسنة ما بننوم، أي مجموعة من إخوتنا في دارفور يموتوا، والناس الكلام ده بنقوله صح، الناس بيتقلبوا للصباح ما يفتكروا ناس دارفور هم ناس دارفور، لا، ناس دارفور دي جزء مننا من تاريخنا، أنا هلدل في الشرفة عنده نهل من دارفور، عرفونا بالدين وعرفونا بالقيم وسكنوا معانا هم أهلنا ونسابتنا وتداخل الدم بالدم والعقيدة بالعقيدة، هم دي قاعدين معانا، ما جوا عشان قبلية ولا عشان رزق، عشان دين، قاعدوا معانا هنا في الجزيرة. ولذلك أي أنا بقول للحلو وبقول لجبريل وبقول لعقار وكده، بقول له الكلام الفارغ اللي بيقولوا له يكون ده العلمانية والليبرالية والكلام الفارغ ده، عشان قاعدين لكم في قصور ولا شوية دراهم، الدراهم اللي بتلقوها والدولارات دي هنا في السودان بتلقوها مئات المرات. نحن بعدين أقدر أقول إنت داير بكاودة شنو، إنت عندك البحر وعندك النيل وعندك أبناء النوبة دي المؤثرين في كل الشمال، ما في زول يوم واحد قال له أدب ولا وقف قال له نوباوي إنت دي ما بلدك، هو ذاته النوباوي بخلي ولا هو النوباوي راضي به، خدعوا الإخوة في جنوب السودان بدعاوى كاذبة لما احتربوا وماتوا بالجوع والحرب والمرض، الخواجات الكلاب دي قلنا بيتفرجوا عليهم لحد ما ماتوا بمئات الآلاف، فرحانين يصفقوا لقيام الدولة ال دولة الكريستيانس الجديدة في جنوب السودان، صفقوا وشربوا الويسكي واحتفلوا كده وفاتوا، لما جات الحارة وماتوا بالملايين قلنا بيتفرجوا عليهم، لأن هم ما دايرين الإنسان، دايرين جنوب السودان ده فاضي بثرواته بطبيعته بسياحته، ما دايرين لا دايرين دينكا لا دايرين نوير لا دايرين شلوك ولا دايرين عرب، والآن استبانت لهم كل هذه الدعاوى أكاذيب، كل هذه الدعاوى أكاذيب ولا يصح إلا الصحيح، وحتى الدعاوى دي لو بانت براقة يقول لك والله نحن دارين نخلي دارين نبعد الدين عن الدولة ونبعد تجارة الدين وكذا، حتى لو النسخة بتاعت الدين بتاعت الإنغاز ما صحيحة أو مشوهة أو في اجتهاد ما حقيقي، ده ما الرؤية النهائية للإسلام، الإسلام ده فيه نسخ كثيرة جداً.
حتى الله يقيد لهذا الشعب 100% من سكانه مسلمين. يعني انت عبد الواحد داير 100% من السودانيين ديل، 100% من السودانيين ديل يضوقوا المرة في الدنيا ويلغوا دينهم عشانك عشان يخشوا النار، يعني يخشوا النار في الدنيا ويخشوها في الآخرة. يا أخي إذا أنت ما تؤمن بالدين عليك أن تحترم رأي الأغلبية. 100% من المسلمين ديل انت تقول والله نحن ما دارين النسخة بتاعت التشريعات والكده بتاعت الإنغاز مقبولة، زي ما ناس رفضوا النسخة الأموية رغم فيها من انتصارات العباسية كده، لكن ما بتجي تلغي دين الأغلبية عشان نحن نشيل لك يعني أكاليل الغار نلبسك لها في باريس عشان تقوم لنا حرب جديدة في ديننا وفي عقيدتنا. تمشي الإنغاز، يمشي دين الإنغاز، تجربة الإنغاز، لكن دين الشعب السوداني ما بيمشي. أنا حقيقة بفتكر الحلقة الجاية أنا دار أتكلم عن مسألة مهمة جدا، مسألة أنه كل دولة في الدنيا دي يا جماعة بيدخل دين، الدين ده بعد شوية بيبقى قيم وعقيدة، وبعد شوية بيبقى ثقافة، والمدخل لقلوب الناس التي تمثل مفاتيح الأمم مسائل ثقافية. ده ما كلام أنا حقوله بطريقة بسيطة في الحلقة القادمة، وداير أذكر الناس إنه أفريقيا دي فيها مسألة نبيلة جدا. شوفوا مثلا من دخل الإسلام لدى العاجم مثلا، يعني مثلا مشى للفرس قبلوا الإسلام وردوا العربية، الأتراك قبلوا الإسلام وردوا العربية، حسي تلاقي والباكستانيين قبلوا الإسلام وردوا العربية، تلاقي حسي واحد باكستاني يقرأ لك القرآن من البقرة للناس لا يخطي في كلمة واحدة، لكن قلت له من الزير ده الدين ما يعرف، يقول لك بتقول في شنو، قبلوا الإسلام وردوا الدين، ويسمع لك صحيح البخاري والنسائي والترمذي كله يسمعوا لك لكن ما يعرف يتكلم عربي، قبلوا الدين وردوا العربية. وفي بعض القوميات قبلت العربية وردت الإسلام، زي المارونيين مثلا في الشام في لبنان، وزي الأقباط في مصر قبلوا العربية وردوا الإسلام. السودانيين ديل وأغلب أفريقيا جزء من الطهر الحضاري بتاعي إنها قبلت الإسلام وقبلت لسانه، قبلت العربية، ولذلك نحن واحدة من الشعوب المتميزة بدينها وبثقافتها. وللأسف جزء كبير جدا من التراجعات التي منيت بها الإنغاز فقهيا وتطبيقيا أنها حاولت أن تقيم الدين ببعده التجريدي ونسخته القديمة دون أن تحاول فك طلاسم الثقافة السودانية. ولذلك أنا من الحاجات وأنا أدركت القصة دي من المرحلة الأولى، ما هي بشرنا بتغيير، لكن أول ما شفنا الذين أطلوا ليعبروا عن تلك المرحلة طوالي أنا اداني إحساس أنه نازل ما بعرفوا السودانيين تماما، ولذلك سيظلموا أنفسهم وسينظموا السودان وسيظلموا الثقافة الإسلامية والدين أيضا إلا من رحم ربي، فترات ورجال واجتهادات. لذلك لما طالبوني أمشي أقدم والإنغاز الوقت داك حارة، وأي زول مدعي إنه عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وكل زول مزايد، فلما مشيت عشان أعمل أيام لها إيقاع قلت لازم أنا أخذ الصدمة، فقاموا قالوا لي الضيف الأول منه، قلت لهم الضيف الأول عبد الكريم الكابلي، والوقت داك ألوان عندها سطوة وعندها قلم رغم أنها وقفت يعني، ف
خدت إدارة التلفزيون وقف وافقت كده وهي تتلفت على وافقت على البرنامج لكن خافت من الضيف. كيف دولة الخلافة الراشدة تستضيف أول زول عبد الكريم الكابلي؟ أنا جبت الكابلي وعملت 12 حلقة. قلت لها شوف الكابلي غني من كسلة والمولد لغاية المهير عقد الجلال أي حاجة أقولها. ولذلك بعد ذاك يعني كثيرين أصبحوا ينظروا لي شزرا، لكن أنا والله الحمد لله ما كنت حالما في وزارة ولا رئاسة ولا سفارة. وأسعد الأيام التي قضيتها أنني كنت قريبا من إحساس السودانيين بالحياة. وأنا أفتكر أنه الآن لو بقيت في هذا المشروع بقية من حياة، وهي الآن الشعب الآن يقف بين لافتتين الغاضبين والحكومة. الحكومة اليومين دي نفسها قائم ومجتهدة جدا تعمل في الطرق والإنجازات، حس الحال أحسن من قبل كذا شهر، لأنه حس الآن على حال قرون الاستشعار بتاعت الخوف تحركت في كل الناس. يعني الخبز أحسن، البنزين أحسن، الجاز أحسن، مع أنه بتراب القروش مقارنة بالدولار. وما خسرانين، الحكومة تشتغل تشد حيلها. الرئيس الليلة قال بمنتهى الجرة كل يوم سيقوم بإنجاز، كل يوم سنقوم بإنجاز. وإذا المعارضة وسعت لنا دائرة الحريات والتعدد وحرية التعبير وهيكلية الولاء لصالح الصندوق والقيادات القائمة ما عندنا مشكلة. دي اليافطة بتاعت المعارضة ودي اليافطة بتاعت الحكومة. مرحب بالأخبار السعيدة من هؤلاء ومرحب بالأخبار السعيدة من هؤلاء. الشعب في النص ده مشفق وعقلاني وخايف على أولاده وعلى دمه وعلى منجزاته وعلى جيشه. شوفوا تتكلموا عن انقلاب، تتكلموا عن ثورة، في ثلاثة حاجات ما تلعبوا فيها أيها الشعب السوداني النبيل. في ثلاثة حاجات، السلطة تفوت، المعارضين يفوت، والأحزاب تسقط، لكن في ثلاثة حاجات ما يغشوكم فيها: الجيش والشرطة والشعب ووحدة السودان ودينكم. دينكم بتاع السودانيين اللي بتحبوه الموحدين فيه، ما تلعبوا في الأقانيم الأربعة دي. بعد ذاك اللي عملوا اللي عملوا. بعدين لو حصل كياس في البلد دي، الشعارات بتاعت انتوا جيشكم ده الوحيد الحامل يكون البلد، اعداكم عندهم 4 جيوش ولا 5 جيوش عرساكم، تسقطوا جيشكم ده عشان يقلبوا عليكم البلد والنار، ما تتغشوا لهم. والشعارات جاهزة: هذا جيش البشير وهذا جيش الحزب الواحد، يضربوا لكم عمليا ومعنويا ويبددوا. وبعدين يضربوا الشرطة باعتبارنا جزء من السلطة، ويضربوا الدعم السريع، ويضربوا المخابرات، ويشيلوا ويخلوا لكم البلد دي عارية. وإذا حدث ذلك هم مصر. بعد ذاك لن تستطيعوا أن ترددوا معهم شعارا، لأنهم كلهم لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يؤمنون بالحريات إلا هي يعني وسيلة غير شريفة لغاية غير شريفة. ولذلك يجي البيحكم اللي يحكم، لكن دي ما تلعبوا فيها. الدين ما دين الإنغاز، والجيش ما جيش الإنغاز، والشرطة ما شرطة الإنغاز، والأمن والمخابرات ما يقعدوا. بعد ذاك تستلم منهم أي سلطة راشدة بأي طريقة أو أخرى. لكن لو قالوا لكم الحاجات دي تضرب، وعندهم الكلاشيهات اللفظية والمواقف، وإنتوا ما تعرفوا التدابير. أنا زي ما قلت في الحلقة الفاتت، الثوار في أكتوبر اترصوا قدام القصر وكتلوا منهم العشرات، وعبود سلم السلطة، واليوم الثاني صحوا الناس لقوا الحزب الشيوعي كان أصلا موالي لحركة 17 نوفمبر، عنده عابدين إسماعيل في السلطة وأحمد سليمان وفاروق أبو عيسى واللمين أحمد اللمين حزب له، والشفيع أحمد الشيخ ومجموعات والوزارات، واحتلوها حزب الأمة عنده وزير واحد.
محمد احمد محجوب. الاتحادين بكل تاريخهم الوطن عندهم وزير واحد. الالاعيب دي اولادي ما بتعرفوها، دي الابالسه في تدبير الحياه المعاصره والتكتيك بتاعها والاداره بتاعتها. احنا اشتغلنا سياسه من الوسطى، عارفين تماما هم اعدائنا ومن هم اصدقائنا. نحن في ود نباوي دي طلعنا من بيوتنا، شفنا الشيوعيين بيسحلوا في الانصار، صادق المهدي القصه دي في قلب نظره وان تناسى. نحن شفنا الشيوعيين في الجزيره ابا وفي ود نباوي، شفنا اهلنا بيضربوا فيه. نحن شفع في اولى وسطى، جرينا من ود نباوي ده دخلنا مسجد الامام عبد الرحمن، اصطادوا الانصار ديل واحد واحد زي الاغنام وضربوا الجزيرة أبا. مش كده، حتى خلافاتهم لما ضربوا الأنصار تناسوا. عبد الخالق محجوب أرسل من القاهرة وهو منفي في القاهرة في خلافات ابتدار الخلافات بين الشيوعيين وجعفر نميري، رسل بيان من الحزب الشيوعي من القاهرة، العبارة لسه الشيوعيين بيخفوه والأنصار خجلانين منه لأنه افتكروا أنه ده تحالف تكتيكي وهو استراتيجي، يجب أن لا نقلل. دي عبارة عبد الخالق حول الجزيرة. الدماء في الجزيرة أبا تهرق، وفي ود نباوي الحريق لموا الصباح الحريق بتاع الناس من بين النخيل. نحن شفناهم محروقين ملصوقين على النخيل، ومسجد الكوم مضروب والإمام شهيد والأنصار مضروبين بالمئات ومعتقلين ومقيدين بالسلاسل. التبرير الجدلي اللي أرسله عبد الخالق محجوب من القاهرة للشيوعيين، يجب أن ننبه مجموعة اليساريين والقوى الديمقراطية والشيوعيين بأن لا يقللوا من الضربة القاسمة التي وجهها النظام للتكوينات الرجعية العسكرية بالجزيرة أبا ود نباوي. وهذه خلاصة وانتصار للتيار، تيار الثورة السودانية القادم. بيان مليء، ودي حتى أنا رققت العبارات، أكثر قسوة من ذلك. افتكروا أنه الذي حدث في الجزيرة أبا حدث في الجزيرة أبدا ضربة قاسمة للرجعية السودانية والطائفية السودانية، يجب أن لا نقلل من إمكاناته لخلافنا مع النظام. ديل الذين تتحالف معهم يا سيادة الصادق المهدي الآن، هذا هم الذين كتفوا دمك الميراق آنذاك. وبعدين نفس الأفكار بتحت الصراع والكراهية دي لأبناء السودان والتيار الوطني الإسلامي سيبقى وقع الحافر على الحافر، وسيشكلون الطابور الخامس لأي جيوش تترصد سقوط السودان الكبير. صحيح هناك الكثير من المقولات النبيلة والأشواق النبيلة لدى كثير من أبنائنا الذين ظلموا وظلم مستقبلهم، ولكن يجب أن تظل الأسئلة الصعبة مطروحة على أبناء الشعب السوداني، على تياراته الوطنية في المحافظة عليه. وسيأتي يوم تبكون على البشير ملكا زي ما بكى عبد الله الصغير، ستبكي النساء ملكا لم تحافظ عليه محافظة الرجال. الإنغاص صحح موقفه لصالح الحريات والأمانة، وتقف ضد كل يوم تبطل باطل وتقيم حقا، إن شاء الله تقعد 10 يوم. والشباب ديل يستمع لرسالتهم، والديمقراطية تبقى. ونحن زي ما قلنا في الحلقة الفاتت، والله الشيعين ديل رغم عدائنا اليوم لو جو عبر الصناديق الصحيحة يحكموا ونداورهم ونجادلهم لحد ما أمة الإسلام تستيقظ، وأبناء السودان والإسلام بتاع السودانيين الهين اللين المعروف. أنا قلت الصباح طرفة لطيفة جدا، قلت واحدة من أهلنا الشوايق ديل مشت حجت، الناس يفتكروا أنه حتى عامة السودان ما عرفوا التوحيد، فقالوا أمسكت بشباك الرسول صلى الله عليه وسلم وجنبت تبكي لعشق قديم للزمان والمكان، جنبت تبكي
فكان ضرب واحد مطوع قال لا يا حرمة هذا حديث هذا حديد لا يضر ولا ينفع. قالت لها القبيح ده اتقال لك نحن الحديد في كريمي ما عندنا؟ شو حكيت لواحد من أصحابنا قال لي ده التوحيد الحديد في كريمة فيه، لكن هذا الحديث الذي يسور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من أخرج للبشرية هاديا ومبشرا ونذيرا. أنا آسف على الإطالة، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.